السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في الدرس حول زوايا مثلث ومثلثات خاصة. في الدرس غنشوفو ثلاثة نقاط، غنشوفو الزوايا، تعريف الزوايا والمفردات وأنواع الزوايا. من بعد غنشوفو خاصية ديال قياس مجموع قياس زوايا مثلث، وغنشوفو مثلثات خاصة، نشوفو مثلثات نوع أنواع من المثلثات. ندوز النقطة الأولى. إذن النقطة الأولى هي الزوايا، اللي هي جمع زاوية. إذن زاوية، شنو هي الزاوية؟ ناخذ مثال باش نفهموها. عندنا او بي او مستقيمان متقاطعين في او. إذن هاد الفرق ما بين او بي و ا هذه تسمى زاوية، وكرمزوا لها بهكا ا او بي، فهي زاوية او، تسمى الزاوية او، هي هاد وهاد القياس هذا، هي الزاوية نرمز لها ب او، و او في هذه الحالات تسمى رأس الزاوية، و او ا يسمى ضلع الزاوية، و او بي يسمى كذلك ضلع الزاوية. إذن باش كنقيسو هاد الزاوية، كنقيسوها بواسطة المنقالة اللي تلقاها عندكم من الأدوات، هي واحد نصف دائرة وفيها القياسات ديال الزوايا. هذاك باش كنقيسو الزاوية، هذه بطريقة يدوية. وكاين انواع من الزوايا، كاين الزاويه كنسميوها، كاين الزاويه الحاده للاشاره فقط في قياس الزوايا، الاشاره في الزوايا قياس الزوايا، يعني شنو هما الاعداد اللي يمكن ياخذوا الزاويه من صفر الى 360، وحده القياس كنسميوها درجه، من 0 درجه الى 360 درجه، من 0 درجه الى 360 درجه. وفي هذا الفارق ما بين 0 و 360 هناك أنواع من الزوايا، ونبدأ بأول نوع من الزوايا. نقولنا الزوايا كاين من صفر درجة كتوصل حتى 360 درجة. إذن أول زاوية كاين الزاوية منعدمة. كيف الزاوية منعدمة؟ هنا عندنا النقطة أ، عندنا النقطة ب، عندنا النقطة س، وبغيت نشوف الزاوية ب أ س، يعني ب أ س، دونك ب أ س فهي زاوية منعدمة، دونك ب أ س على نفس المستقيم، جاية على المستقيم فهي زاوية منعدمة تساوي الصفر. كاين الزاوية الحادة، الزاوية الحادة هي اللي كتكون محصورة بين صفر درجة و 90 درجة، يعني محصورة بين صفر و 90، قل من 90 وكثر من صفر، هي بحال هاد الشكل هذا، هادي او، هنا بي، هنا ا، فهادي زاوية ا
أو بي زاوية حادة، يعني القياس ديالها محصور ما بين 0 و 90. كاين بعد الزاوية الحادة كاين الزاوية القائمة. الزاوية القائمة هي اللي قياس، هي القياس ديال 90 درجة بالضبط، هي القياس ديال 90 درجة. ناخذ مثال، إذن هنا او، هنا اف، هنا او. ناخذ الزاوية او او اف، يعني خاصة كرمز طلب الإشارة، يعني خاصة الرأس ديالها هو او، تساوي 90 درجة، وكنرمزو لها هكا بهذا الشكل في الرسم، يعني 90 درجة. وكاين النوع الرابع، هي الزاوية منفرجة، يعني القياس محصور بين، يعني كبر من 90 وصغر من 180، يعني من بين 90 و180، هي بحال هاد الشكل، فهي كبر من 90، هي الزاويات هنا او، هنا او، هنا اف. دن او او اف في الرأس او، فهي منفرجة، منفرجة، فهي زي حيت القياس ديالها ما بين 90 و180، هنا أكبر من 90، حيت 90 كتكون على هذا الشكل، هذه هي 90. إذن الزاوية، إذن الزاوية أكبر من 90، هذه بالنسبة للمنفرجة. شوفوا نوع آخر، كاين الزاوية زاوية مستقيمية، يعني على مستقيم واحد، مثلا او، هنا ام، وهنا ان. الزاوية ام او ان تساوي 180 درجة. الزاوية المستقيمية هي الزاوية دي، ارسمها بشكل واحد اخر، هي الزاوية دي تساوي 180 درجة. شفنا بعد انواع ديال الزوايا، هنا نشوفو بعض المصطلحات. كاين زاويتين متحاديتان، هي وحدة حدا وحدة. مختمتان تانا ها ها، هنا ام، هنا ك، وهنا ال، وهنا او. اذا هاد الزاوية متحدة مع الزاوية، الزاويتين متحديتان هما عندهم ضلع مشترك وعندهم نفس الرأس، يعني هاد الزاوية هادي متحدة مع هاد الزاوية، مع الزاوية هادي. كاين زاويتان متتامتان، لكن المجموع ديالهم هو 90 درجة، لكن المجموع ديال الزاوية هو 90 درجة. إذا ناخد مثال، إذا هنا عندي 90 درجة، إذا هاد الزاوية وهاد الزاوية متتامتان، حيت إذا جمعتهم غيعطوني 90 درجة. المصطلحات كتستعملهم وغنحتاجوهم في التمارين، إذا خصنا نتعودو عليهم، هما سهل مع التطبيق ديال التمارين غتعودو عليهم. زاويتان دابا متكاملتان،
متكاملتان، كيكون المجموع هو ديالهم هو 180 درجة. دونك المجموع ديالهم هو 180 درجة، هذا معنى زاويتان متكاملتان إذا كان المجموع القياس ديالهم هو 180 درجة. إذن هادو هما اللي غنبقاو نستعملو، الأخص متتامتان ومتكاملتان. النقطة الثانية هي مجموع قياسات زوايا مثلث، ناخدو مثلث نبي نأ نسي. إذن عندنا الزاوية بي، الزاوية سي، الزاوية أ. إذا اللي كتبناهم دونك عندنا بي أ سي، سي زائد أ سي بي، يعني هاد الزاوية زائد أ بي سي. فنعرفوا المجموع ديال قياسات هاد الزوايا بثلاثة اللي داخل المثلث شحال كتساوي. هنا يمكننا نبرهنو عليها، ولكن حيت غنستعملو خاصية مش مازال ما شفناهاش، غناخدو هاد النتيجة ديال الخاصية. الخاصية كتقول لك ان مجموع قياسات زوايا مثلث تساوي 180 درجة. مجموع قياسات زوايا مثلث تساوي 180 درجة. كنا نكتبو على هذا الشكل أ بي زائد سي تساوي 180، أو على هذا الشكل نفس الشيء. إذا مجموع قياسات زوايا مثلث تساوي 180 درجة. فاش غتفيدنا هذه المعلومة؟ مثلا عطاوك مثلث أ بي سي وقالك الزاوية أ تساوي 30، مثلا الزاوية بي تساوي 50، وقالك أحسب الزاوية سي. عندنا احسب الزاويه سي شحال كتساوي، نعلم ان أ زائد بي زائد سي تساوي 180 درجة. عندنا الزاويه سي تساوي، غنعوض أ، دونك هنا 30 زائد 50 زائد سي تساوي 180 درجة. إذا سي تساوي 180، نقسم لنا المجموع ديال هادو 180 درجة ناقص 80، يعني هي 180 ناقص 80 دونك هي 100 درجة. هنا كون خلال زاويتان عرفت شحال كتساوي الزاوية الثالثة. هذا هاد الخاصية اش كنستعملو نحتاجوها. دابا غناخدوها كخاصية، ولكن من بعد غنشوفو البرهانة على هاد الخاصية ومنين جابوها في الدروس اللاحقة. ندوزو دابا النقطة الثالثة اللي هي حول المثلثات الخاصة. من بعد ما شفنا أنواع الزوايا ومجموع قياس الزوايا المثلث اللي هي 180 درجة، شو دابا مثلثات خاصة من بعد ما شفنا زوايا خاصة. إذا المثلثات كاين بزاف الأنواع. النوع الأول مثلث قائم الزاوية، ولا عقلتو معايا كنا شفنا كيكون شي زاوية، شي زاوية ملي كتكون الزاوية قائمة كيكون الدرجة ديالها القياس ديالها تساوي 90. إذا المثلث قائم الزاوية قياس ديال الزاوية قائمة هي 90. إذا ناخدو مثال، ناخدو واحد المثلث أ بي سي، إذا فهو مثلث قائم الزاوية
إذن أ بي سي قائم الزاوية في فين قائم الزاوية في النقطة أ، إذن فهو مثلث قائم الزاوية في أ. ولا قلت لك شحال كتساوي بي زائد سي إذا كان المجموع، كنعرفو أن المجموع أ زائد بي زائد سي يساوي 180. إذا بي زائد سي هي 180 قسمنا زاوية أ، الزاوية أ قائمة الزاوية تساوي 90، إذا بي زائد سي تساوي 90 درجة. إذا مثلث قائم الزاوية الزوايا الأخرين المجموع ديالهم يساوي 90 درجة. إذا كما شفنا في الدرس، إذا لكانوا جوج زاوية المجموع ديالهم تساوي 90، إذا فهاد الزاويتان كيتسموا متتامتان، هو مثلث متساوي الساقين في نقطة ما. المثلث متساوي الساقين هو اللي عنده الضلعين ديالو متساويين. ناخذ مثلا هنا أ هنا بي وهنا سي، إذا عندنا هاد من أ سي أو بي متساويين، إذا أ بي سي متساوي الساقين في أ. إذن عندو الضلع أبي أبي يساوي الضلع أسي، يعني متساوي الساقين. هنا بغينا نعرفو قياس ديال الزوايا. هنا كتقولك الخاصية، إلا كان عندك مثلث متساوي الساقين فإن هاد الزاوية بي وهاد الزاوية سي متساويين. فإن الزاوية بي تساوي الزاوية سي، يعني هاد الزاويتين متساويتان. إذا فإن الزاويتان هاد الزاويتان متساويتان. الخاصية كتقولك إلا كان عندك زاويتان متساويتان كتعطيك ديريكتومون، كنا نستنتجو نيشان أن المثلث فهو متساوي الساقين. إذا النوع الثالث هو متساوي الأضلاع. شنو معنى متساوي الأضلاع؟ يعني الأضلاع ديالو متساوية. ABC متساوي الأضلاع يعني ان ابي مسافة ابي تساوي اسي تساوي بي سي، يعني المسافة تساوي المسافة تساوي المسافة ابي سي. في هذه الحالة لك المثلث متساوي الاضلاع فان الزوايا متقايسة، يعني الزاوية أ تساوي الزاوية بي تساوي الزاوية سي تساوي 60 درجة. إذا لكان المثلث متساوي الأضلاع يمكن لي نستنتج قياس الزوايا المثلث ديالو اللي كتساوي 60 درجة كل وحدة. بهكدا كنكون سالينا الدرس وغندوزو دابا للتمارين باش نفهمو أكثر الخاصيات اللي شفنا. نتلاقاو في التمارين. السلام عليكم.